وليدي شاكر يبا بطل مخك، بطل مخك هالمقفول هذا. ولي كل ما اطلب منك فلوس تقول لي السالفه الطويله العريضه هذه. انت طلبت مني ما قلت لك لا، ما يخالف، بس ايش حقه؟ ايش حقه؟ قول لي. تقول لي بروح اشتري باركوت؟ وش فيها؟ يعني عيب ولا حرام؟ يا حمار يا حمار، اكو احد يشتري باركوت بهالحر وهالرطوبه؟ انت ما تشوف الشمس؟ شوف الشمس شلون تسطع بالمخ. انا حمار؟ خلاص تدري شلون؟ قول انك ما انت معطيني وخلاص. وانا خايف منك؟ ما انا معطيك. يلا ايش تبي تسوي؟ وين رايح؟ مو ما تبي تعطيني فلوس؟ خلاص بكيفي، اي مكان اروح كيف كيف. ما انا معطيك فلوس وما راح تروح. يلا وانت داخل البيت. يلا